يعني ترى دكتور في من هول هذا الموضوع لأبعاد مثلا سياسية. لا خلني أعطيك الرأي أيًا كان مثلا. هناك رأيين علميين. رأي يتفق مع التغير المناخي ورأي معارض للتغير المناخي، وهذا في أروقة الجامعات الغربية يناقش بشفافية ويناقش بقوة. هل الدوافع اقتصادية سياسية بيئية التأثير على البيئة؟ في تأثير للاحتباس الحراري على البيئة، هذا لا غبار عليه، لكن هل التغير المناخي يعني في تغير مناخي فعلي؟ هذا هو الآن النقاش الحقيقي الذي يدور في هذا الجانب. لكن الاحتباس الحراري موجود، الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة موجودة، والانبعاثات ثاني أكسيد الكربون موجودة، وكانت يعني المستويات عند 250 جزء من المليون الآن ارتفعت إلى 400. هذا التأثير في الاحتباس الحراري ما يأثر طيب في المناخ؟ طيب هل النفط هو السبب الوحيد اللي لهذه الانبعاثات؟ ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات يعني يعني النفط الصخري. أنا أعطيك غاز الميثان الآن ينبعث من الثروة الحيوانية، هل نقضي على الثروة الحيوانية عشان نوقف غاز الميثان؟ هي ترى متشابكة العملية في عملية يعني الحلول، يعني في دول كثيرة اقتصادياتها قائمة على الثروة الحيوانية. المملكة أنا أتفق مع الدكتور أسامة، المملكة قدمت مبادرات رائعة في هذا الجانب، في الاقتصاد الدائري للكربون، في مجموعة العشرين قدمت المملكة الاقتصاد الدائري للكربون، تحويل هذا الكربون إلى مادة، يعني وقطعت شوط كبير فيه المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تستهدف الآن التحول إلى الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. النيوم الآن ستكون على الطاقة المتجددة، 50% من توليد الطاقة سيكون في 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 عام 2030 تقريبا، من 50% من توليد الطاقة يكون على الطاقة المتجددة. هذه من ضمن مبادرات المملكة لكبح جماح التغير المناخي الذي يعنون له بالتغير المناخي.